جزاكم الله خيرا، هل صحيح ما سمعت من أن قراءة سورة الزلزلة تؤدي إلى نزول الجنين، مع علمي أن القرآن يشفي ولا يضر، وهل تساعد قراءتها في عملية الوضع؟ لا أعلم في ذلك شيئا، ولكن قراءة القرآن فيها شفاء، فيها شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا قرأ شيئا من القرآن ولا سيما الفاتحة فإنها رقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن فيها شفاء مع النية الصالحة والاعتقاد الصحيح، فإن فيه شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، أمراض الجسم وأمراض القلب، الشبهات والشكوك والوساوس والشرك وسائر المعاصي. القرآن شفاء يشفي الله به الأجسام ويشفي به الصدور من الأمراض الحسية والمعنوية في الولادة وفي غيرها، لمن قرأ القرآن بنية صالحة وحضور قلب فإن فيه الشفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم.